لو حد حاول يعتدي عليك ويضربك بالعصاية على دماغك بالشكل ده، خليك معاه عشان نعرف نتخلص منها ازاي. الإيد اليمين هتمسك من هنا اهو، الإيد الشمال هتمسك من هنا، بس الكف هيكون طالع لبره بالشكل ده. الإيد الشمال دي هتلف الدراع معانا كده اهو. الإيد اليمين هتاخد المفصل بتاع الرس ده وتتنين تحت كده، وهناخد دي لتحت كده اهو. الإيد اليمين هتمسك من هنا والإيد الشمال هتمسك من هنا، تنزل معانا بالشكل ده. الإيد اليمين هتمسك من هنا اهو، الإيد الشمال هتمسك من هنا، بس الكف هيكون طالع لبره بالشكل ده. الإيد الشمال دي هتلف الدراع معانا كده اهو. الإيد اليمين هتاخد المفصل بتاع الرس ده وتتنين تحت كده، وهناخد دي لتحت كده اهو.